وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه. أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحطه عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تبخر حتى غترك ضمخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق. لكن لا تستنشق. لا شك البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس. كما أن الإنسان نقول تمضمض، وإذا دخل الماء إلى جوفك من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليك.